رايد حسين من مركز التربية الرياضية الشرطية، وأنا على الطريق سمعت بطولات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من بطولات القائد، بطولة مدير القطاع، البطولات الرمضانية، الإنجازات الكبيرة والمشاركات الداخلية والمحلية والعالمية. ممكن تحدثني أكثر عن مسابقاتكم وبطولاتكم؟ إحنا الحين عندنا واحدة من بطولاتنا الموسمية، بطولة المدير العام، فيها 12 مسابقة ما شاء الله. هي نعم، منها مسابقة اللياقة والتحدي مثل ما أنت شايف، اللعيبة هي نعم، حاجز الموت أنا أسميه هذا، تحديات كثيرة، بطولات كثيرة، مسابقات كثيرة. نبدأ الموسم من شهر 9 وننهيه في شهر 6، يعني إذا بديت لك أنا في هالبطولة 12 بطولة نلعبها، من لياقة وتحدي رجال، لياقة وتحدي سيدات، تجديف رجال، تجديف ثابت سيدات، دراجات هوائية رجال، دراجات هوائية سيدات، جري 10 كيلو رجال، جري 5 كيلو سيدات، ترياثلون رجال والدياثلون سيدات. جميع مسابقاتنا يا علي بتشوفها فيها للصفين. شو الفائدة من هذه المسابقات اللي أنتوا تسوونها؟ شو الهدف منها؟ أول شيء العقل السليم في الجسم السليم. فعلا. وإحنا في القيادة العامة شرطة أبو ظبي نرعي اهتمام كامل في صحة المنتسبين وبنفس الوقت المواهب. أنا الحين أستغل هاي المواهب هذه الشباب اللي عندي في تنظيم المسابقات. بعدها أستخرج الخامة الطيبة، الخامة الموهوبة، وأدخل فيها بطولات عالمية. وصلنا بطولة الرجل الحديدي في أمريكا ما شاء الله، وحققنا نتائج طيبة، وعندي لعيبة أهلوا للبطولة القادمة، وقاعد نهد، وحققنا خلال المواسم الماضية درع سمو وزير الداخلية مرتين وراء بعض. هذا ما حققه التنافس بين قيادات الشرطية كلها. هاي أقوى بطولة، أسمى بطولة، هي بطولة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي. طيب لو تحدثني عن المنتخبات الموجودة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كيف يتم تشكيلها؟ كيف يتم اختيار العناصر؟ كيف يتم تأهيلها وتدريبها وتطويرها؟ عشان تبدأ لازم تبدأ من صفر. احنا أول شيء أنشأنا بطولات على مستوى القطاعات، الإدارات، المديريات العامة، نكتشفون ما بينهم، كل قطاع ينظم بطولة داخلية باسم مدير قطاع ويتنافسون ما بينهم. بعد هذه البطولة القطاعات نفسها التسع قطاعات تتنافس ما بعضها بعض. رايد حسين، أنا سمعت أن ما شاء الله شرطة أبوظبي لها إنجازات كبيرة في مجال المغامرات، لو تحدثنا أكثر. عندنا فرع متخصص في المغامرات يأهل منتسبينا للمشاركة في الكثير من المغامرات. من أهم المغامرات اللي يشاركون فيها صعود أعلى قمم في العالم. عندنا مسابقات بشكل شهري، صعود القمم في دولة الإمارات، في جيف، في فجيرة، الوديان، كاياك، رحلات كثيرة يقومون فيها فرع المغامرات. وأتمنى للمزيد من النجاح، لأن اللي عند القدام زيادة أفضل. حقيقة رايد حسين رئيس قسم المسابقات والمنتخبات في مركز التربية الرياضية الشرطية، أنا وايد تحمست في جو هذه البطولة، وأحب أن يكون لي دور معاهم في مجال أني مثلا أكون من اللجنة التنظيمية، أساعد، أحاول أحكم. حياك يا علي، تفضل معنا، تفضل نسير لك حاجز من الحوادث، وخذ القلم التسجيل البوينت إن شاء الله والساعة، وتفضل معنا. حياك الله. بسم الله. إبراهيم الشامسي لاعب ومنتسب في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، طبعا ما شاء الله عليك كنت مشارك اليوم في سباق اللياقة والتحدي، وحقيقة كان أداءك جدا جميل، بس قلنا كم طلعت اليوم؟ طبعا شاركنا فترة صباحية ومسائية، في الفترتين هنا مركز الثاني، وباجي إن شاء الله باجر فترة صباحية نتمنى الخير إن شاء الله. طبعا في سباق اللياقة والتحدي تحتاج لثلاثة أشخاص ولازم تعاونون بعض، صحيح؟ روح الفريق الواحد. كم دقيقة أخذت معاكم؟ اليوم خذينا 12 دقيقة، كان مفروض أقل، لكن الحمد لله يعني في أشياء ما ساعدتنا ولكن عدينا الحمد لله. أنا أتمنى لك التوفيق أخوي إبراهيم، وإن شاء الله في البطولة اللي جاية بالأول مش الثاني. الله يسلمك. كل التوفيق الله لك. الله يحفظك. الله يجزاك خير. الله يجزيك الخير. الله يطول.